من فضلك ممكن تفهمني ازاي اخدت القرار ده؟ ماما الموضوع ده اتقفل، ولو سمحتي بعد اذنك انا عايز اقفل الموضوع ده ومش عايز اتكلم فيه تاني. لا لازم تتكلم يا توفيق. كارين، انا مش كارين يا توفيق، انا يارا مراد سراج الدين شوكت بنت عم كارمن. كارمن عماد هي المذيعة المشهورة كارين. انا بحبك يا توفيق ومتقبلة اي قرار هتاخده. هدي التربية اللي ربيتهالك؟ فاضل ايه ما عملتيهوش؟ ده انا ضيعت حياتي عليكي انتي واختك في تربيتكم، وهي دي النتيجة؟ اهدي يا انجي، بدل ما تفكري هنخلص من المصيبة دي ازاي؟ عمالة تكسري في البنت. ومين حطينا في المصيبة؟ الهانم ما فكرتش، ما فكرتيش في جدك، يحصل له ايه؟ ما فكرتيش في مراد لما يقول لي يارا، الست يارا هتعمل فينا ايه؟ فكرت يا مامي والله العظيم، بس انا كل اللي كان مسيطر على تفكيري ان انا مش عايزه اخسر توفيق. انا عارفه ان انا غلطت والله العظيم، انا عارفه وانا مستعده اتحمل نتيجه غلطي، بس انا ما كنتش عايزه اخسر توفيق. وانت متخيله ان توفيق هيقعد معاكي؟ ده لو راجل وعنده ذره كرامه يسيبك بعد ما يقول لك الكلام اللي يوجعك طول العمر. على فكره الزعيق مش هيفيد بحاجه يا انجي، خلينا نفكر هنعمل ايه. ممكن تهدي؟ هنعمل ايه؟ هو في حل للمصيبه اللي احنا فيها دي؟ ايه مصيبه؟ حل؟ انا هكلم جدها وعمها، هما اللي هيتصرفوا، يروحوا لتوفيق ويبوسوا ايده ورجله ويعتذروا له، يمكن يطلع انضف منك ويسيبك قبل ما يقول لك كلام يعورك طول العمر. اخص عليكي اخص. انا متشكر جدا يا سليمان بيه. منك لله يا سليمان، موتت اخويا، كسرت ابني الوحيد قدامي. انا لا يمكن هسامحك في يوم من الايام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طب اعمل فيها اللي انت عايزه، اي حاجه عايز تعملها فيها اعملها فيها يا جدو، بس بلاش قلبك يغضب عليا عشان خاطري. طب انا خسرت كل حاجه في الدنيا، ينفع اخسرك انت؟ ينفع اخسرك انت يا جدو؟ انت الدنيا